السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل المشتركين المحترمين، وبحييكم على تعليقاتكم الجميلة وتشجيعكم لنا، وإن شاء الله نستمر بدعمكم لنا. كل التحية والشكر. النهاردة إن شاء الله موضوعنا في غاية الأهمية. جالنا تعليقين على القناة. أول واحد بيقول إن أحد أصدقائنا وهو بيزغط الزغلول، الزغلول بلعت زغاطه. طبعا ده شيء خطير. وتاني حاجة ان هو احد اصدقائنا برضه هو بيفتح بق الزغلول عشان يأكله يدوي، بوظ بقه خالص. فكان لازم النهاردة نطلع علشان نتكلم في حاجة، في نقط مهمة جدا. اول حاجة، مفيش حاجة اسمها بلف بتاع عجلة بتاع موتوسيكل تأكل بيه الزغلول. ليه؟ البلف ده معمول عشان العجلة او عشان الموتوسيكل، كويس؟ إذن ان هو منتج غير طبي، ازاي تأمنه انه يخش جوه الحصلة بتاعت الزغلول؟ ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ من البداية كده اهي. اول حاجة تروح في محلات بتاعت مستلزمات طبية، مش الصيدلية، مستلزمات طبية. هتجيب من عنده حاجتين. اول حاجة بتجيب دي، سرنجة 50 وفي سرنجة 60، يعني في نوعين اللي هو الكبير دوت. وبتجيب قسطرة، دي اهي، دي قسطرة. طالما ده منتج طبي يبقى كويس ان هو يخش في الحصلة، مش هيأذى الزغلول في اي حاجة، تمام؟ طيب انت بتعملها ازاي؟ هو بلعه لانه البلف طلع يعني زي كده وراح طالع جوه الحصلة. لا، انت بتعمل ايه؟ بتأكد عليه، وبعد كده ده بتقصه، يبقى عندك احجام اهو اهو، شوف الاحجام اهي. افضل حجم الحجم ده اهو. لما انت بتأكد عليه كده كويس، عمره ما هيطلع في بق الزغلول. زائد الطول المناسب دوت، لو هو وصل هنا اخر الحصلة ده هيبقى بره البق بتاع الزغلول، فحتى مش هيبلعه، مش عارف يبلعه، لازم انت هتطلعه. طيب في تجربة عملي عشان اوريكم الكلام دوت. طبعا زي ما انتوا شايفين لازم العدة بتاعت التأكيل اليدوي تبقى كلها كاملة معاك. دي السرنجات اهيت، سرنجات كبيرة 50 ملي و60 ملي، يعني شوفوا دي، وهي واحدة لسه بالورقة بتاعتها. لازم يبقى معاك احتياطي. ليه؟ ما ينفعش تحتاج الحاجة وتجري تدور عليها. شوفوا الحاجة اللي متقطعة اهي، شوفوا كام واحدة، وده الكبير ودي السرنجة الصغيرة. لازم تبقى عندك كل حاجة متوفرة، ما ينفعش انك تدور على حاجة. طيب دلوقتي احنا هنجرب، احنا قلنا ان ده انسب حجم اهو. لما انت بتأكد عليها كده مستحيل الزغلول يشدها في بقه، خليكم فاكرين الكلام دوت. هجيب فيها شوية مية، سحبت شوية مية زي ما انتوا شايفين اهو. بص بقى الزغلول، انت لما تمسك الزغلول اول حاجة عشان حكاية
فتح البق. يعني احنا بنتكلم في نقطتين دلوقتي، ايه هما؟ ان انت بتفتح بق وتبوظه، وان انت اذا هو بيبلع الزغاطة. اول حاجة انت بفتحة البق، شوف ال اهو مجرد كده بس اهو، يعني مش كتير، مش ان انت فاتح ان هو بق حاجة كبيرة، لا يا دوب على قد دي. طيب بص كده عملي اهو، هو بيفلفص. لما يفلفص انت لازم تبقى مرن معايا، مش هو بيفلفص تقوم فاتح بقه جامد اهو. بصوا خلاص انا ببدا اضغط بيها واحده واحده زي ما انتم شايفين، وبسحب ولا اي حاجه. طيب بالنسبه للطول ده احنا قلنا شوفوا لو هو واقف كده وفارد نفسه، بالنسبة للزغلول لو هو واقف كده وفرد نفسه والزغطة طولها جه كده مش هتخش. زي ما انتوا شايفين كده، يبقى هو لو فرد نفسه مش هتخش. ليه؟ عشان هي جايبة كده الطول المناسب ده، حوالي 10 سنتي. كويس. وان انت برضو ما بتدخلهاش لحد ما ممكن تخرم الجلد. ان انت ما بتدخلهاش لحد الاخر، لحد ما تخرم الجلد دوت في الاخر، لا بتدخلها وسط هنا. وبعدين زي ما انت شايف في كيرف، الكيرف ده اخره لازم يبقى لبره، يعني الزغلول اهو ما يبقاش كده، لا يبقى كده، لان في جهاز تنفسي وجهاز هضمي. لما انت بتعمل دي كده بتخش ممكن المايه في الجهاز التنفسي، انت بتعمل كده وتتأكد ان اللسان لتحت اهو. بص شايف الكيرف جاي ازاي؟ جاي كده اهو، وتبدأ تضغط واحدة واحدة وتسحبها واحدة واحدة بكل سهولة. يبقى زي ما قلنا كده انت دي مش هتتبلع. يبقى زي ما احنا قلنا ان دي عمرها ما هتتبلع، لان هي حوالي 10 سنتي، وفي نفس الوقت ان هي ماسكة من هنا جامد. فانا دلوقتي لو عايز ابدلها مثلا بالصغيرة، لو عندي زغلول اصغر من كده، او دي اللي بتحكم بتخليها دي اللي بتحكم بتخليها مستحيل ان هو الزغلول يقدر يسحبها. فده لو احنا عملناها كده اهي، يعني حتى لو هو حاول ان هو يمسكها، يعني حتى لو هو حاول ان هو يمسكها مش هيعرف. وبالنسبة للفتحة اهي، احنا كده بس، كده بس مش اكتر من كده، يا دوب كده كده اي حاجه تخش اهي اهو، سهله مش اكتر من كده. طبعا يبقى زي ما احنا ما اتفقنا، الاساسات اللي اتفقنا عليها مفيش حاجه اسمها بلفت اكل بي، كلها حاجات لازم تكون منتجات طبيه. زائد دي كنت بجيبها بحوالي 5 جنيه، وربما تكون وصلت 10 جنيه، ودي كنت بجيبها بحوالي 3 جنيه 5 جنيه، نفس الكلام يعني ربما تكون وصلت 10 جنيه برضه. طبعا دي انت بتقطعها اكتر من حتة، يعني بتستمر معاك، بتستخدمها اكتر من استخدام، وفي نفس الوقت الاتنين دول بيعيشوا معاك فترات طويلة. يعني هي كده مش غالية، كويسة لانها حاجة مضمونة. وان انت ما ينفعش تفتح بق الزغلول جامد، لازم الفتحة تبقى على قد الحاجة اللي بتدخلها في بقها، مش يعني هو لو عافر معاك خلاص
مش لازم تفتحها له جامد تثبته، لان هو ده يعني يعتبر ما فيهوش عظم، ده عامل زي اللي هي زي الضوافر بتاعت الانسان، حاجه كده مرنه، فلو دوست عليها جامد انت ممكن تفعصل ايدك، فما ينفعش، لازم بالحكمه كده والهدوء. طبعا كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان اكون قدرت اوصل المعلومه، ولو في اي استفسار اكتبه لنا في التعليقات وان شاء الله هنرد عليه. اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.